دكتور أنا بس أريد أسألك، هل هناك تول أدوات معينة للتخلص من، هل ممكن أكتب مثلا الأشياء اللي مضايقتني من الماضي؟ يعني أريد وسيلة تول أداة أقدر أتغلب فيها عن التفكير في الماضي وأنفصل عنه. نعم، هي وسائل التنفيس بنسميها، وسائل نرجع على الشوبينج كده. أوكي، عم تحكي عن الشوبينج حضرتك؟ لا، عم بحكي تحديدا إنه شلون أنا أقدر أنسى الماضي، أعطيني تول الماضي أدات. عم نحكي عن تحديد الماضي. نعم. أيوة، أول شيء تنسى الماضي بدل طريقة التفكير، بدل التركيز، بدها سلام داخلي، بدنا نوصل لسلام الداخلي. السلام الداخلي ممكن توصل له بالتأمل، بالمديتيشن، باليوغا، بالرياضة، الجيم. صحيح. أشياء كتير مهم الواحد يعملها. بالإضافة في وسائل أخرى، الكتابة أحد الوسائل، الرسم أحد الوسائل، البوح، تشوفي كونسلر أو تشوفي حدا من المجتمع إنك تحكي معه، تخبريه كل الأشياء القديمة، تشيلي معنى همك. ما هي المشكلة الواحد لما تسبرس، عم نخزن مآسي، عم نخزن مشاعر سلبية، كل هالمشاعر في وقت معين حتنفجر. على كل حال دكتور، كل واحد يعبر بطريقته.